سلامتنا تكبتوت ري مقروف نقلكم برنامجنا التابع لكم حيث متابلت لكم دات لكم أخبار قدم قلكم وأسألف هي لعبي أرسهم هدايس أسرى مواطنين كورونا فيروس كم تنحاتهم تأكدا بطو أبونا بيتروس وعز بعض قدس يوحنس أسمعو أزرت مديرية بارنتو دي بدرجة سنية كم بتحات أمرا يوم دي بمينة بيروت لسادة فاند مدرات أجرا حكومة بوركينا فاسو بسبب زلام وان بتعا علنت أتى مدينة مقادشو هجوم انتحار 57 حبران أرسل أخبار تابعة أنحكم هذه ديب تفاصيلهم أتى مراكز كل أديبرا على قدر قرقف ومكوتي أقليم غاش باركا ودي مراكز بيلول وجيب دو أقليم قبلة بحر كياح يوم 10 سبتمبر باقب أفحص أسرى مواطنين كورونا فيروس كم سلطان حاتهم تأكدام لهم مواطنين حمس دي مركز كل أديبرا كلو دي مركز كل قرقف أورو دي مركز كل على قدر أورو دي مركز كل مكوتي سس دي مركز كل بيلول حمس هي دي مركز كل جيب دو العلوتهم كلهم هي دي بحل فسامنوتات بقبيت اللكت من سودان أتوبيا ويمن لا أقبلوكم سلطهم أمور هلا اللكنا دي بنتو لفيروس نتان حاتهم دي بغالي مقاش باركة دي بالها الأسبداليات مرعاية قبي قلوم لتان حوسع مواطن اند حيو أسك أبياتهم سورو حاملو بأساس اللي دي بارتريا بعمت بزحيلة بكورونا فيروس لتبطهم مواطنين أسك اللي يوم 367 حتى بات حلا 304 من قلهم أبا قبات قلهم مرعاية اند حيو من اسبداليات لتسارحوت هلو 57 هي دي باسبداليات هلو وزارة عافية 10 سبتمبر سنة 2020 بطو أبونا بيتروس عقابة منبر زمنبر باتريارك بيت كستان أرثوذكس توهد أرتريا أبا مناسبة بعل قدس يوهنس وعز أسمعو أبونا بيتروس تال كتوم قل كل شعب أرتريا بعمد كستان هفنتوي تاكم سولو ما قل حمايم سب مادرة عافيت ودي بعقبيت وعمار لهلو أنفار كواد دفع أسناينا حقولا بيلو اتلي علم بتماما بقشلة كورونا فيروس دي بتحدل هلي تتوكد عدنا فدل مدافعة شعب وحكومة بقوت موت منا يتريات التنحودات دول سبت قبت ربل تحمد للأتب الكمسل تشارحو دات لو هي ديب دونقو باورح أغوس لترا ورارام بطا ديب زر اقل أجريا آمم لعلى بقوت اما عونة وزارة حرس الشعب وجيش بقبت مدافعة تتهوان كم هليت حمد زايدة للهيب كمسل تو معفهمو الدونقو باهي لوبو اقل لألبو اقل لكفل والسده ديب ديننا وسوالفنا كم هلان تحبرو دي بعد وخارج لهلو مواطنين قدو عام دقلل ويتايم اقلس دو اندتفانا كل سنة سلام ومسكوبات اقل تقبا عافية وسلام اقل تلبسنا تمنيتهم لسنة شرحو المديرية بارنتو من قربة ورح جولاي متمداد وقيا السنة لبازلام لركبة ازرت دي بدرجة سنية كم سلبتها مكتب وزارة حالس لمديريتات أمرام مسؤول لمكتب السيد مبرهتم قبرهوت قل إيرينا تابع حبري يوم عامت قل تحرس لتأتنا عسرورات ألف هكتار ماشيلا بولتوب سمسم وقرطوت أبلمد وطورة بوي كم سل تحرس عند حبرا فدل زلام كافية دي بدرجة وليد كم سلبت حشرحان اسكلا مركز داسي 607 مليمتر ومركز بارونتو 410 مليمتر كم سجل عند حبرا السيد مبرهتم بالعين كم هلان عند أشرة حرستوت متابعات اقلي دوهيني دي بمناسبة أطفاء قدام إدارة تعليم قبلة بحر قياح محجز مايسيتو شعب ونواي قل ترهي دي بمدير يتافعبة بزيادة 3 مليون نافات شكيل هلية كزان سمانيا متايت من شغل كم تما لشكل تابع لهلا نفر فرع وزارة حرس مهندس كفلاي رزان حبرا لورات كفال نايلا محجز قل رهي ووراتات حرس قل فيح لسر قل لهلا شكل كم تند حبرا لكزان للات حزا كدامات قل هب سكان ابكيوا مدانونو وقل كار رتفانا
مدير مديرية تافعبت السيد أحمد محمد نور رجب ديب باكات مهداف لهليت عين ماي مرار سبتا سكان جلاب ماي تعم قبير يام قيسوك معلو اند حبرا لا خزان كم تما ماي كافح غطبتا ماي حان أرد ندرزقا محقز كم سل أرها سيئتو شرحام لديب درجة تميم بعد إحلال لخزان مبلا قل أدام ونواي للهيبا كدمت دي بابا كات أرد حارس اندت عمرا دورو قل قدم كم قدر السيد أحمد بتوساك ما أكدا أرد دوايح مهداف حتى من عصر أربع دار دوايح مديرية تافع عبد دي بقبي حد 4000 سكان هنا بتام سكان أفامبو مديرية مقب دنكاليا دي باباكاتهم لدالا قدامات عافية دي بعد منوت عافيتهم وام علايت منابرتهم دور عاب قدمكم هلا شرحو متعافية من قروب ركيب تصور عم علايت منابرتكم لاك قلل اند شرحو لرأيهم لهبو دي برأس لها دي بمساسات عافية اند قيسو لركوبو قدامات سمهنات عافية دي بدقاقيت اند قيسو متابعات وقوماتكم ودو ودي بقلوت فهمهمكم سلسل ديهم محبرو قدم الله مثل الولادة ديب امات وعالق صادف على مشاكل اتلو اكد اللي عافية امات واجنيتا دمانت كم ركبت وعوادة ديرت اقل اسرت قدمو كم سلهلو مع افهمو يادة افهمو قدامات ولادة مرعاية قدمو قرر وليد متابعات عبو تجنيت فديت فحس وقدامات قومات ومكر تهيبكم هليت ديب ادارة دوايح افهمو مابري وافنابو هلي عصر حمس دقاقيت قدمت تهيب حسام مطابلتنا حق ولا متعديته اخبار كارج يوم 10 سبتمبر دي بمينة بيروت لبنان دي بهليت حر منطقة بسادة فاند دي مال هو مدرد كمس الجارات شارحام لدي مخزن قماتات مكين وزيد لقباند قلقصنو تسعوتات لأتلالا شقل كم قبان دحبرو هيئات لبنان سبب مشاكل لبقوت لتخصص حبري هبوني لبقوت لا أوروت ورح قرالا أروحات متوسع نفر لأفنا وزياد 5000 لجارحة دي مينة بيروت لجرامة فجارتو لسادفة بنا 4 أغوست بقوت دي بنية تحتية بعمت أبي السكن هي بفنتيت بجري الدمار زي 300000 سكان بالمسكب كم سلتر فولت حبر بالله إلا بقوت حداس دي با سكان مدينة بيروت لهاللوتا فرهت وقاتب كم سلقلقت هماتات أخبار شرحيا حكومة بوركينا فاسو دي بزح كفال عدل صادفة بقوت زلامة وحايز كسارة روحات ومال سبت وسكت وان بتعا علنت بابقوت من لو 11 نفر ميتو دي بهلو بعدام 10 ساكم سل جارحو حكومة العد بيوم سبتمبر دي بافكرت تشارح كما تعمرت وقل لأري سع نقطة حتى مليون دولار فقرتكم هليت اند حبرت لحكومة بل ماسك بلا ترفو دي با حكومة لتعت مقارح أبيات قلت أسكنهم سل تشارحة هليت أبيات بزوح مؤسسات اجتماعية كبار وبعد بنية تحتية كم سل دمرامة تقارير حبرة حلفا كل سامن دي بزح كفال مقباي ومودع صحي افريكا زلام ترددكم زلمت بسبب هنا دي بعد دوم مال كساركم سل جريت لتحبر حكم السودان ما بسبب لا دي بفاي حدوارات العدل جريت بقوت ترقوا وحي سلس ورحلة تنح اوان بتعا دي بكل العاد كمسل علنت لتفك أدن از مدينة مقاديشو صوماليا مالي سا اوغوست دي بمطبعات باقبا هجوم انتحار من لو 11 نفر كمسل تقتلوا وزياد 10 كمسل جارحوا وتحبروا لدي باكات قاعة تياتر العاد لقبا هجوم بعاني دي بسبدحان مدرة تقل تجرى لقبا كمسل تبع النساء الحكومة الصومال دا شار حاسك ايو مسؤولية الهجوم لرفعت من مالو حشمال شباب قل لقبا كمسل قدر لكن لباكات من قرب لدلو محللين شرح لو الحلفة 7 سبتمبر ما دي باباكات ناي مينة كيسمايو باقبا هجوم انتحار 5 فرديش صومال كمسل تقتلوا ومسلم على ود أمريكا جيماي كمسل جرحا عما تات أخبار شرحيا دي بحال فورح أغوست ما دي بقنراري مدينة مقادشة دي بحال يتس بداليت أنفار بوليس لبتهم زياد 10 نفر كمسل تقتلوا لتحبر حيث ما تقبلتنا خبر دي بالله تعمل هلا مثل لا تعرف لهلا برامجات ما نحكمكم